بابا. عمي. بابا شو صار؟ بابا بابا شو اللي صار؟ شو بك عمي؟ بابا قوم. عمي عم بيوجعك شي؟ تعال. أمي ياسمين جورميت تعالوا. احكي لنا شو اللي صار معك. بابا صوفي شو صار؟ عمي اللي شو صار معك بالمحكمة؟ خلص كل شي انتهى يا بنتي. كيف؟ ما رح أقدر حقق حلمي وطالعك عروس من هذا البيت من بعد اللي صار. نحن خسرنا القضية يا بنتي. كيف صار هالشي بابا؟ انت قلت انه المحامي خبرك انه موقفنا قوي. ما في فائدة من الحكي هلا. نحن خسرنا وكل شي انتهى يا بنتي. هلأ أكيد بيكونوا عرفوا شو هي العواقب وقت بيتجرأوا يوقفوا بطريق راجفيندر كور أو يحطوا راسهم براسة. وقتها هديك البنت رح تشوف بيتها عم ينباع بالمزاد العلني ورح تعقل. بعد اللي صار اليوم هديك البنت رح تفهم. بس هي شغلة وقت. وهديك البنت مع قطعة الأرض رح يصيروا ملك لعائلة أطوال وبكرة بتشوف. بابا لا تفكر باللي صار. ما حدا رح يقدر ياخد بيتنا منا بهي السهولة. بابا أنا معك، أنا رح لاقي شي طريقة مشان حل هاي القصة. عائلتنا اللي أخدوا مننا كل شي بنملكه. كنت ألعب بهذا البيت مع أولاد عمي لما كنت طفل صغير. أولاد عمي هنن اللي عملوا فيني هيك وطلعوني برات بيتي. نحن خسرنا كل شيء يا بنتي، خسرنا كل شيء. عمي لا تاكل هم، إذا بتريد اشرب مي. اشرب مي، اشرب مي يا عمي. خسرنا كل شيء. عمي بابا بيان بابا انت عمي. عمي بسرعة نزل لوحة المزاد العلني كرمال نحطها هون. يلا بسرعة استعجلوا طلعوا الأغراض، المزاد بكرة الصبح. شو هاد؟ رح يبيعوا بمزاد وبكرة؟ كيف يعني شو عم يحكوا؟ استنوا، ما فيكن تفوتوا، معكن أمر رسمي بدي شوفه. هذا هو الأمر،